طقس حار نسبيا يوم الجمعه، رياح نشطه مثيره للغبار وانخفاض كبير على درجات الحراره مع يوم السبت، وتفاصيل هذه التقلبات الجويه بعد هذا الفاصل. النشره الجويه تاتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركه بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من اريم لافارج باطون الاردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. بدأ تأثر المملكة من صباح هذا اليوم بمنخفض جوي خمسيني، سيستمر تأثير هذا المنخفض في عطلة نهاية هذا الأسبوع. وإلى تفاصيل هذا المنخفض الجوي الخمسيني، كان هذا المنخفض يتمركز في الغرب من مصر خلال ساعات النهار من هذا اليوم، وبدأ بالتحرك باتجاه الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. هذا المنخفض يحمل معه كتلة هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة، وأيضا مع تعمق هذا المنخفض بشكل تدريجي تبدأ الأجواء الخماسينية لتسيطر على أجواء المملكة، تحديدا مع نهار يوم الجمعة هنالك أتربة مثارة وغبار كما نشاهد من هنا، فالأجواء الخماسينية تسيطر على الوضع العام بشكل عام خلال نهار يوم الجمعة. هذا المنخفض كما ذكرنا سابقا يحمل معه كتلة هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة ما يقارب 5 إلى 7 درجات مئوية عن معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام. لنجد أن درجات الحرارة هنا تتراوح في منتصف الثلاثينات في معظم مناطق المملكة، وقد تصل إلى حدود 40 وتتجاوز 40 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت، وأيضا درجات حرارة مرتفعة في مدينة العقبة بشكل عام. وللتفاصيل أكثر عن درجات الحرارة نشاهد هنا يوم الجمعة درجات حرارة مرتفعة بشكل واضح وتعمق لهذه الكتلة الحارة خلال ساعات النهار، لتكون الأجواء حارة نسبيا وقد تصل إلى أن تكون شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما كما نشاهد هنا مع ليل يوم الجمعة هنالك كتلة هوائية أقل برودة قادمة من أوروبا ستؤثر على المملكة، مما يعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ ما بين ليل يوم الجمعة وحتى نهار يوم السبت. نشاهد هنا انخفاض واضح على درجات الحرارة مع نهار يوم السبت، هذه الانخفاضات قد تصل من 10 إلى 11 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وأيضا تعمل على انخفاض درجات الحرارة الليلية في يوم السبت، ليكون هنالك انخفاض مفاجئ وتحول مفاجئ بالأجواء ما بين يوم الجمعة وحتى يوم السبت. هذا المنخفض الجوي الخمسيني سيكون هنالك رياح نشطة معه، كما نشاهد هنالك رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وإثارة للأتربة والغبار في معظم مناطق المملكة. نشاهد هنا درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان تصل إلى 20 درجة مئوية وأجواء صافية بشكل عام خلال ساعات الليل، لتبدأ الأجواء المغبرة مع نهار الغد بشكل أكبر. نشاهد هنا مع يوم الجمعة درجات الحرارة النهارية 32 درجة مئوية وأجواء مغبرة، أيضا أجواء مغبرة في ساعات الليل وإلى 15 درجة مئوية. الانخفاض الواضح لدرجات الحرارة هنا ما بين يوم الجمعة وحتى يوم السبت يصل إلى 10 أو 11 درجة تحديدا في العاصمة عمان وباقي مناطق المملكة، ولكن في عمان هنالك 11 درجة مئوية انخفاض ما بين يوم الجمعة والسبت، وأيضا هنالك رياح مثيرة للأتربة. درجات الحرارة الليلية تنخفض تدريجيا أيضا لتصل إلى 12 درجة مئوية، وانخفاض آخر على درجات الحرارة مع يوم الأحد لتصل إلى 19 درجة مئوية و10 درجات في ساعات المساء. أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لباقي مناطق المملكة سنبدأها شمالا من إربد، أجواء مغبرة من 37 إلى 17، مفرق 35 إلى 16، جرش 37 إلى 17، وفي عجلون من 35 إلى 15، وأجواء مغبرة في المناطق الشمالية بشكل عام. في عمان 32 إلى 15، في الزرقاء 35 إلى 17، وفي البلقاء 34 إلى 15 درجة، مادبة 32 إلى 15، وأجواء حارة في البحر الميت 40 درجة مئوية في ساعات النهار و22 درجة مئوية كدرجات حرارة صغرى. في الكرك 33 إلى 15، في الطفيلة 32 إلى 13، وفي معان 33 إلى 15، جبال الشرة 30 إلى 11، وفي العقبة أجواء مغبرة أيضا وحارة نسبيا 37 إلى 23 درجة مئوية، وإجمالا المناطق الجنوبية تكون مغبرة بشكل واضح يوم الجمعة. المناطق الشرقية 35 إلى 20 في رويشد، في الصفاوي 36 إلى 19 درجة، وفي الأزرق 37 إلى 18 درجة مئوية. نود التذكير والتنبيه تحديدا لمرضى الجهاز التنفسي خلال نهار يوم الجمعة وأيضا مرضى العيون. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI
المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم. مختبرات ميدلابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.